يسأل عن حكم المبيت أن ينام الإنسان وعليه جنابة. خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المبيت على جنابة قال نعم إذا توضأ، فدل هذا على تأكد واستحباب أن يبيت الإنسان على طهارة، لكن إن غلبه أمر فإنه يتوضأ إذا لم يغتسل غسلا كاملا، يتوضأ وهذا تتخفف به الجنابة لأن الوضوء يخفف الجنابة. فإن نام من غير وضوء ولا غسل فنومه لا حرج عليه فيه، لكنه خالف السنة. بارك الله فيكم.